عملائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات One Financial Markets التعليمية. رح نتحدث بهذا الفيديو اليوم عن طريقة استخدام مؤشر الموفينج أفريج، ما هو أنواعه وكيفية تطبيقه على منصة الميتا تريدر 4. خلينا نتعرف عليها سوية خلال هذا الفيديو. في البداية الموفينج أفريج، خلينا نتعرف عليه أو ما هو الموفينج أفريج. الموفينج أفريج هو عبارة عن أسهل مؤشر ممكن تطبيقه بحيث أنه نتعرف على اتجاهات سلعة معينة. كيف يعمل هذا الموفينج أفريج أو المتوسط؟ باختصار هو متوسط لفترة زمنية، متوسط لتحرك الأسعار بفترة زمنية. ممكن هاي الفترة الزمنية تكون يا إما 10 أيام أو 20 يوم أو 20 دقيقة أو 20 ساعة حسب اختيارنا نحن. طبعا فائدة الموفينج أفريج، ليش المستثمرين ممكن إنهم يستعملوا الموفينج أفريج؟ الموفينج أفريج يتم استعماله حتى إحنا نأخذ خط أو اتجاه سلس لتحرك السعر أو السلعة اللي إحنا سعر السلعة اللي إحنا عم نبحث أو حابين إنه نحللها. خلينا نشوف كيف بدنا ننزل الموفينج أفريج. طبعا الموفينج أفريج له أنواع، في عندنا الموفينج أفريج البسيط والموفينج أفريج المعقد أو السمبل موفينج أفريج والإكسبوننشال موفينج أفريج. في البداية بنروح على انترست انسرت indicators trends، بعدين بيظهر عندنا الموفينج افريج اللي هو في الشكل التالي. هذا المربع بامكاننا ان نحدد الفتره الزمنيه اللي احنا راح نختار فيها الموفينج افريج. ممكن زي ما اتفقنا انها تكون 10 20 100 200 على حسب الفتره اللي احنا بنحللها. طبعا الجدير بالذكر هنا أو يجب أنه نركز عليه أنه كل ما كبرت المدة أو كل ما كانت المدة قيمتها أعلى، كل ما كان تحرك الموفينج أفريج أبطأ. فبإمكاننا إحنا نوضع نوعين من الموفينج أفريج على نفس الشارت أو على نفس سعر السلعة. كيف؟ يعني ممكن مثلا أنا أختار موفينج أفريج بطيء اللي هو 200 على سبيل المثال، أوكي؟ ممكن أني أحدد لونه في اللون الأزرق. طبعا هنا بنختار إحنا إذا بدنا الموفينج أفريج البسيط اللي هو الإكسبوننشال أو السمبل موفينج أفريج. الفرق بيناتهم بسيط جدا، الإكسبوننشال هو بيعطي وزن للأسعار، يعني بياخذ في عين الاعتبار وزن الأسعار. أما بالنسبة للسمبل موفينج أفريج فهو السمبل أو البسيط اللي هو مجموع الإغلاقات على سبيل المثال. إحنا إذا إحنا اخترنا إغلاق على عدد الأيام اللي إحنا مختارينها، يعني على سبيل المثال هنا أنا مختار الكلوز. دائما الكلوز يفضل أنك تأخذ أنت الشمعة أو سعر إغلاق الشمعة عشان تحسب في المؤشرات اللي بتوضعها. فإحنا على سبيل المثال اخترنا 200 يوم بالسمبل موفينج أفريج، راح يأخذ 200 كلوزينج ويقسمها على يجمعهم ويقسمهم على 200، بيطلع لنا على بكل مرة وين راح يكون نقطة الموفينج أفريج. نخليها في اللون الأزرق، بمجرد ما نضغط على أوكي راح نشوف على اليورو على شمعة أو البيريود اللي هي 1 أور مؤشر الموفينج أفريج الإكسبوننشال لفترة الميتين بالشكل التالي الظاهر أمامنا. زي ما إحنا شايفين خلال الفترة هاي اللي هي تعد طويلة، الموفينج أفريج الميتين معطينا على اليورو اتجاه صاعد. الآن خلينا ناخذ موفينج افريج بطيء ونطبقه على او موفينج افريج لفتره اقل اسف ونطبقه على نفس الشارت بنفس الطريقه. انسرت انديكيتور ترند، نروح على موفينج افريج، اوكي، نختار على سبيل المثال 100 ونخليه في اللون الاصفر. بنفس الطريقه الموفينج افريج 100 زي ما احنا شايفين معطينا ايضا اتجاه صاعد لليورو اللي هو طبعا 100، احنا بنحكي عن 100 ساعة اتجاه صاعد. نحط كمان موفينج افريج لفترة قليلة جدا اللي هو سريع يكون موفينج افريج، ممكن نختار 10 او 20 او يعني بالهذا. على الاغلب انا بحب اختار دائما ال 12، نختارها باللون الاحمر.
تمام، زي ما احنا شايفين الموفينج افريج اللي باللون الاحمر اللي هو 20 ساعة برضو معطينا ايش؟ اتجاه صاعد. الآن هذا مؤشر أنه السوق راح يكون أو السعر راح يستمر في الصعود. متى يبدأ السعر في الانخفاض أو عكس اتجاهه؟ بمجرد ما يتقاطع الموفينج افريج السريع مع الموفينج افريج الأبطأ، هنا يبدأ تغير اتجاه السعر. طبعا احنا كل ما تقاطع الموفينج افريج السريع مع مثلا اللي اخترناه احنا 12 مع المية، اوكي، هاي اشارة للبيع. تتأكد متى عندنا مثلا على سبيل المثال بمجرد ما تقاطعت كل الموفينج افريج يعني اللي هو 12 والمية مع ال200، هنا بتأكد عنا انه الاتجاه تم تغييره، بدأ السعر في الهبوط. طول ما انه الموفينج افريج مش عم يتقاطع، اذا السعر سوف يبقى في الاتجاه الواضح امامنا. ناخذ مثال على تقاطعات الموفينج افريج اللي حدثت في السابق على سبيل المثال لنفس السلعة اليورو. اوكي، زي ما احنا شايفين في المثال هذا كان الموفينج افريج يعطينا اشارة للبيع في المثال التالي. الموفينج افريج السريع اللي هو رقم 12 في الاسفل، يلي الموفينج افريج اللي هو الابطا منه اللي هو 100، بعدين الموفينج افريج ال 200. بمجرد ما بدا التقاطع زي ما احنا شايفين امامنا عند هاي النقطه، تقاطع الموفينج افريج السريع مع الموفينج افريج ال 100 اللي هو ابطا منه، من ثم تقاطع ايضا الموفينج افريج ال 100 مع موفينج افريج ال 200. بمجرد ما تقاطعوا تغير الاتجاه تماما، وزي ما احنا شايفين بدأ السعر في الارتفاع حتى نقطة تقاطع أخرى. هذا كان كل شيء بالنسبة أو شرح بسيط جدا بالنسبة للموفينج افريج، طريقة تطبيقه وكيفية الاستفادة منه. بتمنى أنكم استفدتوا، وترقبونا في فيديوهات جديدة في القريب. شكرا جزيلا.